الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أحييكم في هذا الصباح في يوم الاثنين في فعاليات مهرجان سباق الأمير الوالد في ميدان الشحانية. ينطلق على بركة الله شوطنا 11 لجملة أشواط هذه الفترة الصباحية لسن اللقاية، 5 كيلومترات يا مشاهدين الأعزاء في رحلة البحث عن الناموس. الجائزة سيارة للمركز الأول شفرلويه سيلفرادو بيك أب، جائزة الشوط مشاهدين الكرام. ينطلق على بركة الله أسماء كبيرة، أسماء مميزة، شعارات أتت لهذه المشاركة، والمركز الأول هذه الشاهرية الملكية تعود للسيد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. مشاهدين الكرام ياسو يا هوسيل يا هوسيل يا هوسيل من اللقاية، 5 كيلومترات قدمنا يا الجمري هناك. بنشوف المركز الثاني، هذه اللي وصلت في المركز الثاني منصورة الباحثة عن النصر، الباحثة عن الانتصار في يوم الانتصار في مهرجان الانتصارات. الملكية تعود للسيد محمد بن طالب بن محمد بن هليل المري. وفي المركز الثالث أوصلت في هذه اللحظات هواجيس لدويس بن سيف بن دويس الخيالي، يا سلام ودويس الخيالي في المركز الرابع، المركز الثالث، المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع يا الكربي، يا سلام. هذه منصورة محمد بن طالب بن محمد بن هليل واللي تسللت بدورها إلى المركز الثالث. الله 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 يا شاهينية، بطي بن خلفان بن مبارك بن سرور الاكتبي اللي تسللت بدورها، لكن المركز الرابع يا سلام اللي تسللت بهذه اللحظات إلى المركز الرابع. وها هي من وصلت ماذا لسيد عبد حمد بن عبد الله بن علي الفلاسي، ولكن شوف يا اللي بتشوف، شوف اللي تسللت عبر الهواء مباشرة على قناة الريان، هذه اللي وصلت في هذه اللحظات الجزيرة أم صعايب لعبد الله بن أحمد بن عبد الله بن خميس المرر. مشاهدينا الأعزاء يا سلام، المركز الثاني شوفوا شوفوا يا أخوان، قدمنا شوي هناك بنشوف اللي وصلت، هذه الشاهينية لبطي بن خلفان بن مبارك بن سرور، اختلط الحابل بالنابل، يا هي أسماء يا هي شعارات، أسماء تتقدم أسماء تتأخر هنا في سن اللقاية في 5 كيلومترات. ماذا يحدث في هذا المهرجان من قوة المشاهدين المشاركين ومن كثرة المشاركين في هذا السباق، إلا أنه يدل على هذا الميدان ونجاح هذا الميدان. يا سلام، شوف المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت هذه سمحة، سمحة وسمح الله دروبك ودروب اللقاية المشاركات. يا سلام لسيد سالم بن محمد بن سيف بن فارس المزروعي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة مراكز المتقدمة، أعلناها على حضراتكم وعلى الهواء بثا مباشر. أعود إلى مقدمة الشوط، يا السلام هناك المسافة التي بدأت تتقلص ونشارف على لوحة 2 كيلومترات. يا السلام يا السلام، أشوف ما زالت مسيطرة، ما زالت صعايب في أشواط الصعايب، ما زالت صعبة صعايب في مقدمة الشوط. ملكيتها تعود لعبد الله بن أحمد بن خميس المرر القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. يا هوسيل قادم، ويا هي مجموعة وقرب منطلق على المقدمة، وهذه المجموعة القوية مجموعة الفي آي بي انطلقت من المركز الثاني، هذه اللي وصلت في هذه اللحظات، وهذه الشاهينية لبطي بن خلفان بن مبارك الاكتبي، وايضا تقدمت من الجانب الاخر، تقدمت من الجانب الاخر شعار الجبهوني. يا سلام، هناك من الجانب الاخر يبدو ان شعار الجبهوني من خلال الشعار، من خلال الشعار يا سلام، هذه سعير السيد فارس بن سهيل الجبهوني، وهنا وهنا انطلقت ايضا الاسماء، شعار بن حزوب ايضا قادم يا سلام، ومن الجانب الاخر قدمنا هناك يا الجمري، بنشوف بنشوف هناك من المقدمة اللي وصلت
هذه اللي وصلت في هذه اللحظات، اللي وصلت هذه الوثبة، الوثبة القادمة من الوثبة للسلطان بن خليفة بن سالم الحاسوب الدربكي. يا سلام، أشوف اللي انطلقت هناك من الجانب الآخر، وهذه اللي وصلت، اللي وصلت في هذه اللحظات. هذه هي واجيس لدويس بن سيف بن دويس الخيالي، قدم لي الجمري، بنشوف قدم له هناك. بنتابع الصراع، بنتابع السرعة. السيارة وين؟ الزعفران مع هذا الشعار ومع الوثبة، الوثبة 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 وثبت الوثبة في هذا المركز الممتاز للسيد سالم بن حاسوم الدربكي. يا سلام يا سلام يا سلام، سلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدربكي. ولكن أشوف المنطلق، يا سلام، كيف كيف وكيف الفوز. الملكية تعود لمحمد بن حمد بن صالح بن عبد الله العامري. أهالي العير قادمين، كيلو الصراع، كيلو الامتحان. يا سلام يا سلام يا سلام، حمد بن راشد بن راي المري قادم، أيضا شعاره قادم، ولكن الدرمكي. وهذه أيضا صعايب، وهذه الشاهنية لبطيب الخلفان الكتبي. والمعركة طاحنة، معركة داحسي والغبراء في سن اللقاية، في سن المفاجآت، في سن المميز، في سن الرموز. هذه هذه من وصلت، كيف كيف في المركز الأول، كيف أيضا في مقدمة الشوط والوثبة. الله، بشوف شيء خطير يا أخواني، بشوف شيء خطير. هذه اللي وصلت، اللي وصلت. يا سلام، المركز الثاني اللي وصلت. يا سلام، هذه من وصلت، زرابة محمد بن جدران بن مبارك المزروعي. مشاهدين الكرام، مشاهدين الكرام، اللي وصلت. يا سلام، شعار من يا اخواننا اللي في موقف، شعار من ضحاك المنصوري. يا سلام يا سلام، وهذه مقدمة الشوط الشاهرية. يا سلام يا سلام، من ضحاك المنصوري واللي قادمه. الله الله الله، يا سلام، شوفوا المعركة. هذه حلف لغانم بن سالم بن مخوت المري. يا سلام سلام، اللي بشعار يبدو انها بشعار من ضحاك المنصوري. مشاهدين الكرام، تهارير والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار وحصول على السيارة بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلت حلف لغانم بن سالم بن مبخوت المري. وفي المركز الثالث الوثبة للسيد سلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدربكي. وفي المركز الرابع اللي وصلت سرابة لمحمد بن جدران بن مبارك المزروعي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس كانت بها الشاهنية لبطيب الخلفان بن مبارك بن سرور الكتبي. مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لبن ضحاك المنصوري على هذا الفوز والانتصار. لحظات لنتعرف على صاحبة المركز الأول، ويبدو أنها بشعار بن ضحاك المنصوري. حفايف لماجد بن ضحاك المنصوري، تهانينا والناموس. ناخذ التوقيف الزمني، لحظة وصولي حفايف 7:36 صفرين بدون أي أجزاء من الثانية. المركز الثاني، من وصلت بالمركز الثاني؟ هذه اللي وصلت على المركز الثاني هي حلف لغانم بن سالم بن مخوت المري. توقيت حلف 7:36 جزئين من الثانية. بينما المركز الثالث، من وصلت للمركز الثالث؟ هذه الوثبة، هذه الوثبة لسلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي. توقيت الوثبة 7:36 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.